لكم معايا تاني في فيديو جديد، واهلا بكل اللي بيتابعوني الاول مره. معاكم غاده، يا رب تكونوا كلكم بالف خير وفي احسن حال. النهارده في الفيديو بتاعي جايبه لكم فكره عمل ورده، اصغر ورده ممكن تعملوها بورق الفوم، شكلها جميل جدا وكمان طريقتها سهله ان شاء الله تعجبكم. تنفع كفكره تزيين لافكار كتير جدا جدا في مجال الاشغال اليدويه. الورد الصغير طبعا ما بنستغناش عنه في فكره التزيين، في اي فكره شغل يدوي احنا حابين نعمله ممكن تزينوا بيها طبلوهات، ممكن تزينوا بيها توك او اكسسوارات، افكار كتير جدا جدا. النهارده ان شاء الله في الفيديو بتاعي جايبه لكم فكرة عمل الوردة الجميلة دي، شكلها حلو جدا زي ما انتم شايفين، كمان طريقتها سهلة جدا جدا، كمان تنفع كفكرة مشروع لو انتم بتحبوا تعملوا افكار لمشاريع في مجال الاشغال اليدوية. تنفع كفكرة مشروع مربح جدا لان الورد ده بيتباع غالي بره جدا، فممكن انتم تعملوه بكل سهولة وكمان تقدروا تعملوا منه كميات وتقدروا تبيعوها وتبقى فكرة مشروع حلوة جدا. كمان فكرة الوردة دي مش مكلفة خالص، لان انتم ممكن تستغلوا فيها بواقي اصائص الفوم الموجودة عندكم، بدل ما تحتاروا تعملوا بيها افكار ايه، ممكن تعملوا بيها فكرة الوردة دي وتستغلوا بيها اصائص الفوم الموجودة عندكم. هنحتاج مسطرة وقلم وورقة فوم مقاسها 1 سم × 18 سم، ممكن تستخدموا ورق الفوم الجليتر او ورق الفوم السادة او ورق الفوم اللي بيلزق. بالمسطرة هنقسم الورقة دي لست اجزاء، كل جزء فيها هيكون 3 سم، يعني هتقسموا 18 سم ل3 سم، 3 6 9 12 15، بعد كده 18، يعني كل جزء من الاجزاء دي هيكون 3 سم. بالمقص هنقصهم كده، هيكون مقاس الورقة دي 1 سم × 3 سم. بالمقص هنقص كده بالشكل ده، طريقتها سهلة جدا. هتقص الورقة نص دايرة كده، هنعمل الست ورقات كلهم بنفس الشكل، هتقصهم كده على شكل نص دايرة. هنقسم الست ورقات لثلاث ورقات وثلاث ورقات لوحديهم بمسدس الشمع، هنحط كده لزق شمع على الجزء اللي في النص لحد الطرف، يعني هنحط النص ورقة بالظبط وهنثبت عليها الورقة كده من فوق. هنحط برضو في الجزء ده لزق شمع على الخط اللي في النص وهنثبت عليها الورقة التانية. طلعوا معايا الثلاث ورقات بالشكل ده، هنثبت الثلاث ورقات التانيين بنفس الطريقة. ثبتنا الست ورقات لثلاثة وثلاثة، هنيجي عند اول ورقة هنلفها كده، هنلف الطرف على شكل القلب بتاع الوردة من جوه، وعلى الطرف هنحط لزق شمع وهنثبتها كده. ده اول جزء. الورقة التانية هحط عليها كلها لزق شمع، وهثبت عليها الجزء الاول اللي احنا عملناه، وهلفه كده على الوردة. هتطلع الوردة بالشكل ده، ما خدتش اي وقت. هجيب ورق فوم اخضر جليتر وهرسم عليه ورق بتاع الوردة، هرسم منه 2 صغيرين جدا زي ما انتوا شايفين كده، وهقصهم بالمقص. ده شكلها. هثبت الورقتين اللي انا قصتهم كده جنب بعض وهحط عليهم لزق شمع من الطرف من تحت، وهثبت عليهم الوردة. هتطلع بالشكل ده، وكده اكون خلصت شكل الوردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وتكتبولي رأيكم تحت في التعليقات، واشوفكم الفيديو الجاي فكرة جديدة ان شاء الله.